خويا حنا من سكنه تبرك تحل العيشه اون فاس بالقايد تقولوا لنا تحولوا ما عندناش باش نتحولوا. واحد راه ما عندوش عشا ليله ما عندوش خبزه يلا تطايف معاه يلا تيجيبها تيقول لك كري خرج كري مده عامين. فين نخرج كري مده عامين؟ انا كافي حتى ما عشا ديال اليوم عاد نخرج كري عامين وسير كري وشوف شحال غيتقام عليك. اللي تقول لك 40000 ريال اللي تقول 50000 ريال بغيت تخرج تكري وفين غديني؟ غديني من الحد بوق نادي لهيه غتحيدني من المدني وديني للحضاري. اه كي درتي ليها؟ وحنا راه معذبين في هاد البلاد وهاد البلاد راه بلاد كحله راه ماشي بلاد ديال الله راه تيعذبونا في هاد البلاد هاد. احنا راه بولادنا وقيلا تبان لنا غنهزو ولادنا وغنرحلو وغنزيدو شي بلاد ما اللي قابله علينا ولا اللي باغيانا راه معذبين باركه ملي يزيدوا يعذبوا فينا ويبقى يجيو عندنا حتى لهنا وتيهدونا تريب ما تريب غتمشي ما تمشي فين غتمشي فين غنمشي؟ كاين شي بلاد اللي غنمشي ليها؟ اه الله يبغى يجروا علينا من هاد البلاد ما نعرف هي اللي باقا. ولا اله الا الله محمد رسول الله راه حنا مضرورين راه الساكنه هذه جماعه تبركس راه مضروره حالا لا عايشه جماعه تبركس وحنا مضرورين اخي يوسف واش ما مضرورينش؟ هو بنادم يهضر على حقه ولا دار بنادم شي حاجه راه داره. السلام عليكم. حنا سيدي هنايا راه في هاد الارض هذه راه شحال من عام وحنا ساكنين هنا راه اولادنا الوالدين ديالنا ولادهم وليله يلا ديال البشر هنا راه مأزم بزاف. عاد نتوما عطيتوهم هادشي هذا راه ما خدامش ديروا شي حل. راه الناس هذا راه عطاونا حنا الشطر الاول بحال شماع والشطر الثاني بسله جديده الشطر الثالث بعين المكان ولكن سيد الملك راه تيقول بهذا الشيء هذا وراه الناس اللي معاه هما اللي تيديروا هاد الخواط وحنا وقفوا معنا من المعقول الله يرحم لكم الوالدين. راه أمة ديال البشر هنا كتألم بزاف صبيان لا اله الا الله الشتا في الرعد انتم ما عندكمش هاد الشيء هذا الاحساس كاع ما كاين ديروا زوين مع هاد الناس هذا ولا اله الا الله.